إذا عبالكن تعرفوا كيف عملت أطيب براوني بزيت نباتي بلا ولا نقطة زبدة، احضروا هيدا الفيديو للأخير. ليكو هالقطعة ما أحلاها، تخيلوا أنه هيدا القطعة عاملينها بزيت وبست مكونات بس، وأكيد المكونات كلياتها موجودة عندكن بالبيت. لنبلش هيدي الوصفة بدنا نص كباية زيت نباتي وثلاث ارباع الكوب من الشوكولا، يا اما فيكن تعوزوا تشوكلت شيبس او يا اما شوكولا كيوبس عادي. بدنا ندوبهم كتير منيح على النار، وبعدين منبلش بالبيض. عندي هون ثلاثة بيض، بدي ضيف عليهم اكيد السكر، عندي كباية سكر خالطتها سكر بني او سكر عادي، فيكن تعوزوا سكر عادي بس ما بيأثر. بنخلطهم كتير منيح، بنرجع بدنا نضيف عليهم شوية فانيلا، انا ضفت ملعقة صغيرة من الفانيلا وكمان خلطتهم كتير منيح. بعد ما اكون خلطت البيض والسكر بدي اجيب خليط الشوكولا اللي نحنا دوبناه وبدي ضيفه على البيض، وبرجع بخلط هول المكونات كلياتهم اكيد مع بعضهم كتير منيح. مثل ما كنت شايفين انا عم عوز الويسك، اكيد يلي بده يعوز الماشين ما بيأثر. هلا انا هون عم ضيف الطحين، عندي 3 ارباع الكبايه من الطحين بس. هو يستحسن انكم تعوزوا الويسك مثلي او ملعقه خشب مشان ما تخلطوا الخليط كتير وساعتها بيصير بينتزع معكم. هلا حجيب الساينيت البيراكس يلي عندي، اكيد بهالمرحله فيكم تضيفوا عليهم اكسترا شوكليت اذا بتحبوا ما بيأثر. عم عوز صينيه حجمها 21 سنتيمتر ب 21 سنتيمتر، حطيت بال ورقة زبدة، فيكن انتو تدهنوا القالب بالزيت. وبعد ما حطيت الخليط تبعي انا حبيت حط شوية نوتيلا على الوش، واذا انتو ما بتحبوا تعملوا هيدي الستب اكيد منا ضرورية، بس انا قلت بزيد شوي من النكهة. فيكن تحطوا شوية شوكلت شيبس على الوش كمان بيعطي هيك طياب زيادة للبراونيز. هلا بتدخلون على الفرن، الفرن محميته على 180، بياخدوا حوالي 40-45 دقيقة، اكيد حاطينهم بالرف الوسط ومدورين الفرن بس من تحت، ممنوع ندور الفرن من فوق ابدا على البراونيز لانه بينتزعوا. ليكم احلاهم. بعد حوالي 45 دقيقة قطعتهم، كنت عم قطعتهم انتو 6 بيسز، انا 6 قطع كبار، فيكن تقطعوهم لتسع قطع، بتطلع القطعة اكيد اصغر بشوي، بس تقطيعهم كتير سهل وكتير سلس. بس اكيد نصيحة، لما يطلع البراونيز بدنا ننطر عليهم شوي لحتى يبردوا قبل ما نقطعهم. انا بما انه كنت حاطة ورقة الزبدة قدرت اني اشيلهم كلياتهم من القالب مشان اصور لكم هيدا اللقطة مزبوطة. ليكم جوا البراونيز شي كتير بشهي، وصراحة انا هول حبيتهم اكتر بكتير من البراونيز اللي انا معودة اعملهم بزبدة، اخف اطيب وسهلين اكتر تنحضرهم والنتيجة مضمونة. اكيد ما تنسوا تجربوا هيدي الوصفه وتبعتوا لي صور على الانستغرام، وما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو وسبسكرايب لماي تشانل.